بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، سلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا أريناك الملعونة في القرآن. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. الآية يقول تعالى: أخبرناك يا محمد وطمأناك بأنهم لن يصلوا إليك مهما أوتوا من قوة، فهم وما بأيديهم كلها تحت قبضتنا وعلمنا، فلا يتصرفون بشيء إلا بما أردناه جل وعلا. فهو المريد وهو المتصرف، والعباد ما يتصرفون إلا بأمره. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فهو أحاط بهم جل وعلا وبتصرفاتهم، وثق بأنهم لا يستطيعون ضرك بشيء، امضي لما أمرناك به من تبليغ الرسالة وتخويف الناس وإنذارهم. يقول تعالى: وإذ قلنا لك أخبرناك يا محمد أن ربك أحاط بالناس، فهو المحيط بكل شيء، المتصرف في كل شيء، وتصرف العباد بأمره، ولن يستطيعوا أن يضروك بشيء أبدا إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهو جل وعلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يتصرف فيها كيفما شاء، يجعل العبد يختار هذا الشيء وهو ضرر له، ويجعل العبد ينتقم يترك الشيء وهو فيه خيره ونفعه، فالكل بأمر الله جل وعلا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهو رأى رؤيا افتتن بها كثير من الناس، منهم من ازداد إيمانا على إيمانه، ومنهم من كفر بعد إيمانه، ومنهم من ازداد كفرا بعد كفره بما سمع. وهكذا فالله جل وعلا يجعل الآيات ويقلب الأمور، ويجعل الناس يختارون ما يختارونه بإرادته سبحانه وتعالى. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما هذه الرؤيا؟ قيل إن هذه الرؤيا هي رؤيته صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة قريبا، فذهب للحديبية ليدخل مكة معتمرا، فرده المشركون، فقال المنافقون وضعيف الإيمان: كيف يقول إنه يدخل مكة ولم يدخلها؟ وقيل الرؤيا هذه هي رؤياه صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به من بيت الحلال الحرام إلى بيت المقدس
ثم عرج به إلى السماوات العلا فورأى ما رأى هناك. فمن الناس من آمن بهذا وازداد إيمانا، ومنهم من كفر والعياذ بالله وارتد عن الإسلام، ومنهم من ازداد نفورا وظلما وعتوا وعنادا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فأخذا بعضديه وأخرجاه من المسجد وركب البراق عليه الصلاة والسلام وسارا به إلى بيت المقدس. فجمع له النبيون إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم اجتمعوا له وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. وذلك دليل على فضله عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة. فدل على أنه هو أقرأهم لكتاب الله وهو أعلمهم بالسنة عليه الصلاة والسلام، وصلى بالنبيين هناك من آيات الله الكبرى، ثم رجع ونزل إلى بيت المقدس، ومنه توجه إلى مكة فأخبر المشركون فقالوا: يا سبحان الله، هذا الكذب الذي لا أصل له، كيف تذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وتعرج بك إلى السماوات العلا ثم ترجع بقية الليل فتنام في مكة؟ والذهاب إلى بيت المقدس يحتاج إلى شهر ذهابا وشهر إيابا، فالمدة شهران تقضيها في ليلة واحدة ما تستكملها هذا الكذب. فسارعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا أبا بكر، ما تقول في صاحبك؟ قال: وماذا أقول؟ قال إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد منه في نفس الليلة، فكيف يذهب ويعود في نفس الليلة وبيت المقدس مسافة شهر تحتاج إلى زمن شهر ذهابا فقال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق، لأني أصدق بما هو أبعد من هذا، أصدق بخبر السماء، وخبر السماء أبعد مما تذكرون. فسمي يوم من يومها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكفر من كفر من ضعاف الإيمان ومبتدئ الإسلام، ثم وآمن من آمن وازداد إيمانا كأبي بكر رضي الله عنه، وكفر وعاند وذاحد كأبي جهل وغيره قبحه الله. فأبو جهل قال: كيف يكون هذا يا ابن أبي كبشة؟ يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هذا أحد أجداده من قبل أمه عليه مآخذ. فقالوا: هذا جاء على ذاك، فهو عليه الصلاة والسلام الصادق ولا يقول إلا الحق. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالرؤيا التي رآها الخبر الذي أخبر عنه من بيت المقدس والسماوات العلا رؤيا حقيقية رآها بنفسه، لا برؤيا منام، بل هي برؤيا حقيقية رآها عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في شجرة الزقوم تنبت في جهنم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن شجرة الزقوم تنبت في أصل جهنم. فقالوا: هذا من العجب، شجرة
تنبت في جهنم التي هي تأكل الناس والحجارة يوقد عليها بالناس والحجارة ثم الشجرة فلم يؤمنوا بذلك وكفروا به فجعلها الله جل وعلا فتنة والفتنة يفتن بها العبد ينظر أهون مهمل ضعيف لا يدرك النجاح يتحقق بالفتنة كما أن الرسوب يتحقق بالفتنة فإذا افتتن وفتن الدنيا والآخرة قام ما أوجب الله عليه وحقق ذلك فإنه يوفق ويأخذ الدرجة العالية. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القوم تلمعونة في القرآن فتنة كذلك من الناس من آمن بما جاء عن الله على مراد الله فنجح في هذا الامتحان والافتتان ومن الناس من خسر الدنيا والآخرة ووفق للاعتقاد الصحيح وخسر الدنيا والآخرة. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه والعلم والسنة النبوية الصحيحة وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل: ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها أنها تدرسها وأنها تستطيع التوفيق بين الدراسة وتلبيات الحياة الزوجية؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، فالطلاق من أبغض الأمور إلى الله جل وعلا، وإنما عليها أن تحتسب وتصبر وتؤدي حق الزوج أهم من حق الدراسة، وعليها أن تجتهد زوجها فزوجها وجنتها وهو نارها، فبطاعته تدخل الجنة بإذن الله وبمعصيته تدخل النار بإذن الله. فعلي بالزوجة المسلمة أن تطيع زوجها وتصبر عليه ولا تسأل الطلاق من أجل الدراسة. فكثير من النساء بين العلم والعلم والشهادة وطاعة الزوج والقيام بحقه. قول السائل: لقد من الله علي بالإسلام والحمد لله منذ 4 سنوات، كيف أتعامل مع الوالدين خاصة أنهم كفار ويقومان بالتأثير على أولادي وتعليمهم أشياء خاطئة؟ عليك أخي أن تتقي الله جل وعلا وتدعوهما إلى الإسلام لعل الله أن يتم عليهما به لهما، ابتعد عنهما وأن تصلهما لا تقاطعهما، ابعد أولادك عنهم ومن يتضرر بقربهم فلا يلزم القرب منهم، وعليك أن تتق الله فيهم وتطيع الله فيهم حيث أمرك الله جل وعلا بطاعتهم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تسوية الصفوف بإلصاق القدم بالقدم أم يكتفى بوضع الكتف بجانب الكتف؟ نعم يا أخي، قدر ما استطعت من القرب من صاحبك والإلصاق والتقارب يكون أحسن، وإذا لم تتقارب معه فالصلاة صحيحة بحمد الله. يقول: معتمر بدأ الطواف ولم يطبع إلا بعد 3 أمتار فتنبه ثم اطبع، هل هذا فيه شيء؟ ليس في ذلك شيء، طوافه صحيح حتى لو لم يطبع في كل الطواف لا بأس، لأن الطواف من سننه الاطباع ومن سننه الرمل، والاطباع والرمل يكونان في أول طواف يقدم به العبد إلى مكة.
يقول السائل: زوج وزوجة ولهم أطفال، حدث بينهم فرقة طويلة لا يتحدثون مع بعض، وطلب مني قريب لهم علاج فرقيت لهم ماء، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي، يجوز أن تقرأ بماء وتعطيه لربعك لقال من ترى منه خلاف شيء ما ليقرأ ليشرب منه، فالرقية حق وتنفع بإذن الله. يقول: بارك الله فيكم، هل من نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة؟ نعم يا أخي، أرجو الله جل وعلا له الاستقامة والثبات على الحق، فالاستقامة على الحق نعمة، فعلى العبد أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على ذلك، وأن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام كما يتمسك بطريقة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يجتنب الغلو في الدين كما يجتنب التقصير. الإسلام وسط بين الغلو والجفاء، الجفاء ترك الطاعة، والغلو والاستمرار على الطاعة صحيحة كانت أو غير صحيحة، والاستمرار على التعمق والتشدد في الدين لا يجوز للمرء، وإنما يكون المسلم بين وسط في عبادة ربه جل وعلا. يقول السائل: لدينا في بلدنا إذا عاد المعتمر أو الحاج إلى بيته يأتيه أقاربه وجيرانه لتهنئته ويضع لهم طعاما، هل في هذا الاستقبال محظور شرعي؟ لا يا أخي، ليس فيه محظور شرعي، وإنما هذا للسلام عليه وتهنئته بسلامة الوصول إلى بلده. يقول السائل: ما حكم وفضل الصف الأول أمام الكعبة مع ما يحدث من زحام وتضييق في بعض الأحيان على الطائفين أحيانا؟ لا ينبغي لأحد أن يضايق الطائف، فالله جل وعلا جعل ما حول الكعبة للطائفين فهم أحق به، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هناك إلا إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، فمن المعلوم أنه يتوقف الطائفون، فإذا أقيمت الصلاة فتقدم من الصفوف الأولى حسب استطاعتك، ولا تعرقل سير الطائفين أو تتعبهم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يحضر مجالس أهل العلم، أم الأفضل له أن يجلس في معتكفه للاشتغال بالذكر؟ الأولى له أن يجلس في معتكفه، فالاعتكاف قصر النفس والتزام المجلس للعبادة للذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولا يجلس يتحدث مع أهله وذويه. سائلة تقول: هل للنساء رمل وهرولة؟ لا، ليس للنساء رمل ولا هرولة، لأن الهرولة والرمل والاطباع هذه من خصائص الرجال، المطلوب في الرجل أن يكون قوي ونشيط، وأما المرأة فلا يلزم فيها ذلك. يقول السائل: قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآية يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية، هل الفاحشة هنا مخصصة؟ ولماذا لم يبين التوبة من هذا الإثم في هذه الآية؟ هذه الفاحشة كما جاء في سبب النزول أنهم افتروا على عائشة رضي الله عنها كلام سيء هي منه براء، فمن أحب أن تشيع الفاحشة أو توجد في الأخيار فله مهم وتوعد بهذا العذاب الأليم، فعلى المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، كما أنه لا يحب أن تشيع الفاحشة عنده وتوجد، فكذلك يجب عليه أن لا يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا،
فالبعد عن الفواحش واجب، والتوبة مفتوح بابها لكل من أراد أن يدخل معه. يقول السائل: أنا مصري وعملت عمرة اليوم، فهل يمكن لي أن أعمل عمرة غدا من مسجد السيدة عائشة؟ لا يا أخي، ما يحسن هذا ما دمت قد تمكنت بعمرة، فاقتصر عليها إلا إن سافرت إلى المدينة أو غيرها من البلاد، فلك العودة من بلدك إلى المدينة إلى مكة بعمرة إن شئت، ولا يلزمك ذلك، ويكفيك العمرة الأولى إن شاء الله، فيها خير كثير. سائل يسأل: أديت العمرة ولم أنزع الملابس الداخلية جاهلا. أدام جهلا أو نسيانا فلا بأس عليك، وعمرتك صحيحة ولا يلزمك فدية، فلا يلزم الحاج ولا المعتمر فدية بلبس الملابس الداخلية ولا الخارجية إذا كان جاهلا أو نسيانا. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحرص على العمل بطاعته والبعد عن معصيته، فمن وفقه الله جل وعلا لذلك فهذا دليل على سعادته وقبول الله جل وعلا لعمله وصيامه وصلاته. علينا أن نحرص على التمسك بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، لعل الله أن يوفقنا لها ونحرص عليها ونسأل عنها، لأن بعض العقائد بدعية مخالفة للكتاب والسنة، بعض المبادئ تفسد عمل العبد، يفسد عمله ولا ينفعه ولا ينتبع منه بشيء وإن كان مجتهدا. فكثير من الناس يجتهد في غير طاعة الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا كبيرا قد أنهكته العبادة وذهبت قوته ونشاطه، لكنه لم يكن مسلما، فبكى رضي الله عنه رفقا بحاله، وتلا قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فذكر الله جل وعلا هذا الرجل بخشوعه وطاعته لكنه على غير الصواب، لأنه لم يكن مسلما. لما قيل لعمر: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، أليس هذا نصراني؟ قال: بلى، هذا الذي أبكاني، أبكيت لحاله أنه نصراني ومجتهد في الطاعة والعبادة على غير هدى، فهو لا يربح من اجتهاده ذا ولا يستفيد شيئا، بخلاف من اجتهد في الطاعة على نور من الله جل وعلا فهو يرجى له الخير. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.